رحبت وزاره الخارجيه بقرار حزب بهاراتيا جنات الهندي بايقاف المتحدثه باسم الحزب عن العمل نعم شددت الوزاره على ضروره شذب اي اساءات مستهجنه بحق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم باعتبارها استفزازا لمشاعر المسلمين وتحريضا على الكراهيه الدينيه اكدت وزاره الخارجيه على اهميه احترام المعتقدات والرموز والشخصيه الدينيه كافه وتضافر جهود المجتمع الدولي في نشر قيم الاعتدال والتسامح والحوار بين الاديان والحضارات والتصدي للافكار المتشدده المغذيه للفتن والكراهيه الدينيه او الطائفيه او العنصريه